قررت وزارة الخارجية الروسية استدعاء سفيرة الإسرائيلية لدى موسكو بسبب ما وصفتها بتصريحات غير مقبولة. أوضحت الوزارة أن السفيرة الإسرائيلية حرفت موقف سياسة الخارجية الروسية، وذلك في المقابلة التي أجرتها معها صحيفة روسية. ووصفت الوزارة تصريحات السفيرة بأنها بداية غير موفقة إطلاقا لها في منصبها الدبلوماسي الذي بدأت شغله في ديسمبر الماضي. انتقدت السفيرة الإسرائيلية في المقابلة وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف من أجل تلقيه من أهمية أو تقليله من أهمية المحرقة النازية. قالت إن روسيا ودودة بصورة مبالغ فيها مع حركة الفصائل الفلسطينية.